على أقصى الطرف الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة الأيبيرية، تلتقي الجبال مع بحر كانتابريا. المنطقة تحتضن أحد أشهر المسارات السياحية في إقليم الباسك، ويزورها ما يقرب من 800,000 سائح سنويا. والسبب كنيسة سان إخوان التي تقع في جزيرة ويربطها ممر حجري مع اليابسة، ممر مكون من 241 درجة نحو القمة. أما السبب الآخر للشهرة فهو تصوير المسلسل الشهير صراع العروش، إحدى حلقاته في المكان. ما دفعني للقدوم لمشاهدة المكان هو تصوير المسلسل هنا، وبنفس الوقت نحن نحب الشمال كثيرا. هذا العام الثالث الذي نأتي لزيارة هذا المكان. شكلت الكنيسة على مر التاريخ ملجأ لفرسان الباسك، حيث تشير الأساطير المتداولة إلى أن 7 فرسان فقط صدوا محاولات الملك ألفونسو 11 ملك قشتالة للسيطرة على الجزيرة، وتمكنوا من الحيلولة دون تنفيذ مشروعه الرامي للاستفادة من موقعه الاستراتيجي، موقع يشد انتباه السياح الإسباني والأجانب معا. هذا مكان ذو مشهد رائع. حسنا، هذا وقت عظيم لقضاء وقت الإجازة في إقليم الباسك. السلطات المحلية أعلنت المكان محمية طبيعية يمنع الصيد في بحرها وغاباتها، قرار يهدف للحفاظ على المكان من عبث البشر والباحثين عن كنوز تقول الأساطير إنها تقبع في عمق البحر المحيط بالجزيرة. جائحة كورونا غيرت كل شيء، واضطرت السلطات إلى حصر أعداد الزائرين للمكان ب50 شخصا في الساعة الواحدة، تنفيذا لتدابير الوقاية من انتشار الفيروس. مرت كنيسة سان إخوان بفترات تاريخية مهمة، صمدت أمام فرسان قشتالة ونهبها الفرنسيون وهاجمها الإنجليز، ليعاد بناؤها في القرن 18 لتصبح اليوم أحد أهم مقاصد السياح شمال إسبانيا. معاذ حامد، العربي، كنيسة سان إخوان شمال إسبانيا.